اختير الدول المغربي محمد بولديني مهاجم نادي أكاديميك البرتغالي لكرة القدم من بين أبرز 5 مواهب كروية في البطولة البرتغالية الدرجة الثانية بعد تألقه اللافت خلال الموسم الكروي الحالي، ما دفع العديد من الأندية إلى متابعته للاستفادة من خدماته. وأشار التقرير الإعلامي الخاص بأبرز المواهب الممارسة بالدوري البرتغالي إلى الإمكانيات التي يتمتع بها بولديني بعدما قدم أوراق اعتماده كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين، وذلك بفضل الحس التقني وقدرته العالية على التسجيل في الأوقات الحاسمة بعدما وقع 14 هدفا في 27 مباراة رغم غيابه عن فريقه لأربع مباريات خلال شهر مارس الماضي، حيث لم يتمكن فريقه في تلك الفترة سوى بالظفر بأربع نقاط من 12 نقطة ممكنة. ولفت محمد أنظار عدة أندية كبيرة في البرتغال وفرنسا، حيث توصل وكيل أعماله باتصالات في هذا الاتجاه خلال الآونة الأخيرة، ما يجعله مرشح بقوة إلى تغيير الأجواء خلال الفترة القادمة. وتلقى القناص المغربي إشادة واسعة من الصحافة البرتغالية التي تلقبه ببولديكول، كما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى المعسكر الأخير للمنتخب الوطني المغربي الأول، غير أن الإصابة حالت دون ذلك بعد أن أبعدته عن الميادين لأسبوعين. يشار إلى أن مهاجم الرجاء البيضاوي السابق يتربع على عرش صدارة هداف الدوري البرتغالي الدرجة الثانية برصيد 14 هدفا، كما أن الجميع يشيد بإمكانياته التهديفية الكبيرة.